الأستاذ مصطفى حمزة الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بك وكل شيء. يعني ما مدى اتفاقك مع ما قاله الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية؟ الكلام 100% في مجمله، وإن كنت طبعا أتحفظ على جزئية صغيرة، هي أن جماعة الإخوان تبدأ من الأسفل حتى تنقض على السلطة في أعلى. لا، هي تشتغل أو بتعمل في محور من أسفل ومحور من أعلى، يعني هي تشتغل بالتوازي في الاتجاهين. ولكن في المجمل كلام العثيمين كان يعني صائبا، وأنا يعني بقول إنه شيء كويس أو خطوة جيدة أن ينشر هذا الكلام من الأمين العام لمنظمة التعاون الإنساني التي كان في فترة من الفترات اخترقها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، ويعني انتبهت طبعا المنظمة لذلك وبدأت تنقي يعني كوادرها وتنقي قواعدها منهم. وهذا التصريح يدل على أن هناك توجه جديد للمنظمة، وهو توجه في الاتجاه الصحيح طبعا. ونتمنى أن يعني خطورة الإخوان يتم إدراكها بشكل أكبر من ذلك على مستوى القادة وعلى مستوى الدول التي تدعم جماعة الإخوان، زي طبعا تركيا وزي قطر وزي الدول الأوروبية، بريطانيا وغيرها، لأن هي دي الخطورة الحقيقية. هم الداعمين الأساسيين، وهم يعني رأس المال السياسي والاجتماعي والإعلامي لهذه الجماعة. فإذا استطعنا تقليص يعني حجم هذا رأس المال، يعني هيكون جماعة الإخوان في تراجع مستمر اكثر مما هي فيه الان. طيب، هناك نقاط بعينها يعني ذكرها السيد العثيمين، شدد على ضروره ايجاد استراتيجيه طويله الامد لمواجهه جماعه الاخوان. ينبغي على دول العالم الاسلامي التعامل بحزم وشده في هذا الملف ايضا. كيف يمكن تنفيذ هذا من وجهه نظرك استاذ مصطفى؟ الكلام ده مهم جدا، لان جماعه الاخوان هي ليست فقط تنظيم، وانما هي تنظيم وافكار. نعم. والافكار هي الاخطر في هذا الامر، لان التنظيم يواجه بالحل، يواجه باعتقال اشخاص، يواجه بمحاكمتهم سواء عسكريا ان ارتكبوا جرائم عسكريه، او مدنيا ان كانت يعني جرائم لا تخص الجهات العسكريه. ولكن في النهايه الجانب الاخر هو الاخطر، وهو المواجهه الفكريه. الجانب الفكري نعم. تاخذ وقت طويل جدا، ولكن نتائجها تكون صائبة، لأن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، وإلا لماتت جماعة الإخوان بموت البنا. نعم، هي تأخذ يعني وقت طويل جدا كما ذكرت، ولكن ما هي الاستراتيجية لمواجهتها؟ يعني كيف يمكن مواجهة الأفكار من وجهة نظرك؟ لابد أن تبدأ من الأسرة أولا، لأن إحنا نساعد أن يكون أولادنا لقمة سائغة أو يعني كوادر أو مستهدفين لعناصر جماعة الإخوان لاستقطابهم، يعني بثقافة السمع والطاعة التي نفرزها فيهم داخل الأسرة أولا، ثم المدرسة بعد ذلك، ثم الجامعة بعد هذه المرحلة. هذه ثقافة اللي هي ثقافة الكبير يفهم أكثر منك، ولا بد أن تسمع لكلامه دون نقاش. الخطر هنا ليس في سماع كلام الكبير لأنه يفهم أكثر، وإنما الخطورة في عدم النقاش. لابد أن نفتح مساحة للحوار مع أولادنا داخل الأسرة، مع أبنائنا وأطفالنا، علشان نربي عندهم العقلية النقدية أو الناقدة التي تستطيع أن تكون وتستطيع التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ. نعم. ثم مرحلة التعليم، ده مهم جدا، وده اللي يقول عليها كبير فيه، وهي الانتهاء من مرحلة التلقين والتحريز التي يسير عليها أغلب التعليم الشديد. وإن كانت بعض الدول بدأت تتخلص جزئيا من هذا، ولكن ما زال محمودا. تتخلص منه أن تربي الأطفال في المدارس أو التلاميذ في المدارس على ثقافة الفهم قبل الحفظ. الفهم مش إنك بقى تحشو عقل الطالب ب، خصوصا إن لما بيكبر أكثر في مرحلة جامعية على سبيل المثال، بيبدأ يتكلم يخش صوره كتاب الدكتور او المقرر، ويبدا يقول ان في هنا ده محذوف وده ملغي، والتزم بما اقول وما الى ذلك. فهذه الثقافه تجعل من يعني بعد ذلك لما يخرجوا من الجامعه ويبداوا يواجهوا الحياه العمليه او الحياه العامه،
يجعل منهم خطوط مسائغة للتجنيد لدى الجماعات الإرهابية. طيب هناك نقطة أخرى أيضا، يعني أيضا تكملة لما ذكرته من نقاط أستاذ مصطفى، وهي وسائل التواصل الاجتماعي. نعلم جميعا أنه هذه الجماعة هي موجودة بشدة على الإنترنت، تبث أفكارا كثيرة من خلال حتى صفحات لا تبدو إخوانية في ظاهرها، ولكن السم يكمن في هذه الصفحات. أيضا كيف نحمي شبابنا من الانسياق وراء هذه الصفحات التي تبدو طبيعية للغاية ولكن وراءها بالطبع أهداف تخريبية؟ هناك طريقتان للحماية من هذا. الطريقة الأولى المنع الذي اتبعته بعض الدول، وهي طريقة غير صائبة في الحقيقة، لأن المنع لم يعد مجدي في ظل الثورة المعلوماتية الموجودة. كلما منعت كلما كان السعي للمعرفة أو للتعرف على هذه المعلومات الممنوعة أكبر، وخصوصا المنع في حد ذاته أصبح شيء شبه مستحيل في ظل التطور التقني الموجود. الامر الاخر هو التوعيه، ان احنا نوعي شبابنا بكيفيه التعامل مع هذه الصفحات وهذه الهجمات والجيش الالكتروني الموجود بتاع الاخوان اللجان الالكترونيه دي، ونعمل احنا كمان جيش الكتروني حقيقي واعي، ويبقى فيه تدريبات عمليه للشباب، يبقى فيه ورش عمل يشرف عليها المتخصصين في مكافحه الارهاب، يقولوا للاطفال او يعلموهم عمليا احنا ازاي نواجه الفكره اللي بتقول كذا، او نواجه الشائعه اللي بتروج عن طريق الموقع الفلاني، ويعملوا زي فرق تقسم نفسها الى قسمين، قسم مع وقسم ضد. يعني الفرق التي تدرج يتقمص بعض المتدربين دور اعضاء جماعه الاسبان، تسال الطرف الثاني يرد. يبقى احنا كده بنحطهم في ورشه عمل حقيقيه كنموذج للواقع الحقيقي مع على المواقع التواصل وغيره. طيب السؤال الأخير يعني أستاذ مصطفى، أنه الدكتور أيضا يوسف العثيمين قال أنه الإخوان المسلمين هم أكثر خطرا من تنظيم داعش الإرهابي، هل تتفق مع هذا الرأي؟ الإخوان أخطر من داعش لأنهم هم الأولى، خرجت داعش وغير داعش من رحم هذه الجماعه. يعني تنظيم القاعده خرج منها، وامتداد القاعده هو داعش ايضا خرج منها. القرضاوي اعترف ان ابراهيم داعش كان عضوا في جماعه الاخوان، وهذا بيان مرفوض القرضاوي القيادي الاخواني. وكذلك ايمن الظهري زعيم القاعده كذلك اعترف ان اسامه بن لادن كان اخوانيا، و انشق عن التنظيم او التنظيم فصله، فصار يلقب نفسه بالامير او المعزول. اذا بالفعل هذه التنظيمات الارهابيه التي درست الارهاب عمل على الارض تحتاج افكار حسن البنا وحسن قطب في الاساس. صحيح قطب فقط. طيب يعني كان نعم وصلت الصورة، ولكن الوقت انتهى. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، الأستاذ مصطفى حمزة الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية.